خجل هو واحد الظاهرة اجتماعية اللي كتنهش المجتمعات سواء المغربية ولا المغاربية ولا حتى العالمية، نظرا لمجموعة من الأسباب وكذلك مجموعة ديال الأعراض. ومن خلال هذا الميكرو تروتوار اللي درنا مع مجموعة ديال الطلبة، كل واحد في التخصص ديالو وكل واحد فين كيتابع الدراسات ديالو، لكن حنا الهدف ديالنا هو نتعرفوا على أهم الأعراض وكذلك انعكاسات الأثار وكذلك الأسباب ديال الخجل. وكل واحد من هاد الطلبة غادي يعاود لينا على تجربته الشخصية مع الخجل وكيفاش تمكن أخيرا باش أنه يتجاوز هاد الخجل. Alors, pour répondre à ta question, Saïd, concernant les élèves qui sont timides dans la classe, on doit d'abord définir cette situation de timidité. La timidité, c'est comme un voile qui cache derrière lui un monde, comme M. Nasseri nous a dit, un monde très riche, un monde merveilleux. Et quand l'apprenant arrive de sortir de ce monde, il peut faire des choses d'incroyables. Il faut que le prof instaure une atmosphère de confiance et pour apaiser, tu vois, pour éviter que les élèves aient peur de répondre. Il faut que l'erreur soit tolérable. بالنسبة للحشمة هي واحد الحاجة خايبة وخايبة بزاف، كتعطيك واحد الضعف في الشخصية ديالك، ولكن إلا خدمتي على هاد الشيء هذا يمكن ليك تحيدها وتحيدها بسهولة. طريقة انك توقف قدام الناس هضر تدوي ما تبقاش تحشم، حيت الا كتحشم ما غادير حتى حاجه في حياتك، تقدر عارف بزاف ديال الحوايج والحشمه ما كتخليكش توصل للناس. دابا الناس الحشمه يقدر بنادم يحاقرك حيت انت كتحشم، واخا تكون عندك طاقات وتكون ما عرفتش كيف ما بغيت تكون، ولكن الا كتحشم ما يمكنلكش توصل لوالو وكتكون عندك شخصيه ضعيفه. الخجل بالنسبه لي انا كنحشم في بعض الحوايج، مثلا في المحاضرات الى غير ذلك. كطالب باحث كتكون عندك مثلا انت واحد الفكره ولكن كتحشم بانك توصلها لدوك الطلبه، يعني انك الى قلتي ديك الفكره مثلا الى غير ذلك غادي يضحكوا عليك الطلبه، غادي تحس بواحد واحد الاشمئزاز الى غير ذلك. كتبقى حابس ديك الفكره ديالك، وهذه الفكره ديالك كانها تاثر عليك مستقبليا الى غير ذلك. بالنسبة لتجربتي مع الخجل، يمكن لخصها في أنني في واحد المرحلة يعني ما كنش كنقدر نفتح على الآخر، ما نقدرش مشي يعني الاختلاط مع واحد الشخص مع أشخاص ما كنعرفهم. يمكن يكون عندي أسئلة اللي باغي نوجهها لواحد الأستاذ ما نقدرش نوجهها إلى غير ذلك، ولكن مع الوقت يعني مجموعة الاحتكاك يعني مجموعة ديال التجارب إلى غير ذلك، يعني حاولت الحمد لله أنني يعني واحد النسبة ديال 90% أنني يعني نتخلص من هذا الخجل هذا. ومع التجربة الحمد لله استطعت أنني يعني بنسبة كبيرة أنني نتخلص من الخجل، واني وهذاك محمد البغدادي اللي كان في واحد المرحلة ديال الإعدادي الثانوي ماشي هو محمد اللي واقف قدامكم دابا. أنا مجموعة من الأمور باش حيت الخجل أنك تنواجه الأشخاص. كيفاش غتواجه الأشخاص؟ أن أي كان في أي جامع أو أي حاجة أنك كتخاف من داك الأشخاص اللي كتخجل منهم أو كتستحي من أنك تهضر حداهم، ولكن تهضر حداهم وكيف ما كان الأمر خصك أنك تهضر، ما غاديش توقف بأي أمر وأي وسيلة خصك تقوم بها باش أنه يتحيد الخجل، أنك تواجه الأشخاص، كل الأشخاص فين كتخاف بزاف خصك أنك تواجههم. يعني الخجل هو واحد الطيهرة اللي كنعانيو منها جميع، كل شيء غيكون داز من هذه المرحلة. يعني يمكن كتكون عندك أفكار ومعلومات، ولكن أنت كيجيك واحد الارتباك وخوف أنك تقدم هذه المعلومات، إما أنك خايف لي يضحكوا عليك التلاميذ أو الزملاء ديالك، أو أنك تقول أن هذه المعلومة من الأساس ديالها خاطئة. وكذلك يمكن أنك كتكون في مراجعة مع تلاميذ وأصدقاء، ولكن كيكون معك شي واحد يلا بغيت تعرف عليه أنت، يعني كتبغي تقدم شي معلومات مع الأصدقاء ديالك وكترتبك وكتكون كترجع للور، يعني وهذا السبب ديالو الخجل.